ما يحدث على طرقاته. هذه مسألة أصبحت حقيقة يجب أن تهم الجميع. الحمد لله على سلامتك يا سالم، والحمد لله الذي أنجاك من الحادث الفظيع. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. الحمد لله. بصراحة أول مرة أشوف حادث بهالفضاءة. تصدق أول ما شفت السيارة قلت ما راح يطلع سالم من هذا الحال. الحمد لله على كل حال، ومثل ما يقولوا يا صديقي هطرة وسلامة إن شاء الله. صراحة يا سالم أنت رجال زي اليوم، زدت السرعة وما خليت يتجاوزنا من اليمين. زيادة سرعة؟ تجاوز من اليمين؟ إيش السالفة يا سالم؟ خبرنا، إحنا مثل إخوانك. الله يهديك يا أخوي يا محمود، الله يهديك. لازم تجيب مثل هذه السالفة قدام الشباب، لازم. وأي سالفة يا سالم؟ السالفة يا أخوي يا عيسى، بصراحة أنا كنت سبب الحادث اللي صار، لأني ما كنت أريد صليح يتجاوزني من اليمين، فزدت السرعة وصار اللي صار. الله يهديك يا سالم، هذا تفكير إنسان مؤمن عاقل موالي لأهل البيت. لا حول ولا قوة إلا بالله. ايوه تفكير عاقل بصراحه، انا اشجع سالم ولا مثل عاد الشجاعه، وازيدك مش شعر بيت الليله عند التخميس عند مدخل الحار، واذا بدي زين بعد. اي عاقل هذا يا محمود، هذا تدمير للناس وللاخرين. وبعد نسيت يا صديقي يا محمود قول الله تعالى ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه؟ ونسيت قول الله تعالى من قتل نفسا بغير نفس فكانما قتل الناس جميعا. صحيح، وقال إمام علي عليه السلام احذوا العجلة فإنها تثمر الندامة. ونهاية هذا الاستهتار يا صديقي موت الأبرياء والعاهات الدائمة، وهذه الأشياء تحد من تقدم المجتمعات وتطورها. سمعوني شباب، هالموضوع حرية شخصية، وعلى العموم أنا رايح أتجهز الليل عند تخميس. يلا يا أصحاب العقول. تخميس؟ اسمع أنت بعد يقول تخميس، أنت ما تشوفني متكسح؟ بعدين توسيل تخميس؟ سير سائر الله يهديك يا محمود، بس الله يهديك. يا اخوي يا سيد اريد اكلمك موضوع ضروري عن شوف محمود. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. هذا مع محمود مره ثانيه اكيد مسوي هذا مشكله بعده في السياره. لحد الحين ما مسوي ابدا اي مشكله، لكن الله يستر بعدين لو ما استنصحه وتكلمي. وش مسوي اخوي محمد ابوي يقول لك؟ والله شال السياره يتحمس بها عقب من خشى الحاره، ولو ما رحت تنصحه وتكلمه الله يستر. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، انا الحين بروح وبكلمه هذا، وش يسوي بعد؟ يلا اخو محمد مشكور، حياك. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. السلام عليكم. وعلي
كيف الحال عيسى؟ كيف الاخبار؟ اقول لك عيسى ابغى اسالك عن اخوي محمود، تو زخاني محمل وقال لي يا ويلي محمود اخوك راح يخمس والحين راح ادور راح اصحى انا. محمود؟ هي محمود اخوي. تو انت ويش تقول عيسى ويش عم تستوي؟ بقية حياتك وهذا أمر الله، أمر الله مطاع. محمود أخوي توفى حالي. محمود أخوي توفى؟ العنصر البشري هو العنصر الأساسي فيه. إهمال أحياناً لمركبته، أيضاً عدم لا مبالاة. يريد أن يصل بسرعة إلى نقطة معينة، فالأفضل أن يصل بسلامة ولا يصل محمول على محمل، أو ينتهي به الأمر في قسم الطوارئ في المستشفى. وغير هذا يا محمد، إن كثير من السواق ما يعرفوا أخلاقيات المرور ولا يعرفوا كيف يستخدموا الطريق بالشكل الصحيح. صح كلامك يا علي، وما شاء الله تحصل بعضهم لما يقود السيارة يشتم هذا وينازع ذاك وينسى إنه أصلاً إنه هو في الشارع. عاد هذه المشكلة حدث لا حرج، بس حنا يا اخوان لازم نتعاون ونساعد علشان نوعي الناس بخلاقيات المرور. صح كلامك يا محمد، لو ان الحكومة الرشيدة ما انقصرت في هذا الجانب من اقامت ندوات ومحاضرات كثيرة في هذا المجال. يا الله، الله يحفظ قائدنا ووطننا واهلنا من كل شر ان شاء الله. شو يلا خلونا نروح، ترى ما حد بقى في المسجد. يا الله، هذا أمر لابد أن نتكاتف جميعا ونعي هذه المسألة، وأن تكون حديثنا في مجالسنا وحديث الأسر بين بعضها حتى نحد من هذه الظاهرة التي لا شك أنها هي ضريبة لما يسمى بالتقدم والنمو والتحضر.